شتيش شحال عركت وكاين دابا الصيد هادو بعد 48 ساعه فاش لونصت لكم المبادره ديال العيد الكبير اللي بغى يساهم فيها اللي حطيتها لكم في الانستغرام. دابا غنحسبوا شحال هنا كاينه 35000 درهم اللي هي 3,500,000. هادشي كامل اللي جمعناه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم المساهمات ديالكم. اقسم بالله الا كنفتخر بكم حيت في اي مبادره كنديرها كنلقاو وجوه الخير بحالكم. حتى اللي ما عندوش باش يساهم ماديات كيساهم بالبارطاج غير بزورو ديالها والدالو على الخير كفاعله. شوف غير الفرحه ديال الناس فاش كتدخل عليه الحولي ديال داك الشعور وداك الاحساس فاش كتعطيه الحولي رائع شعور لا يوصف. والمبادره مازالت مستمره بغينا نعاونوا اكبر عدد ديال العائلات. داك العام شرينا 62 حولي هذا العام بغينا نفرحوا اكبر عدد ديال العائلات ونقدروا عليها علاش لا. فاللي بغى يساهم بالقليل ولا بالكثير يتواصل معايا هنا. هذاك القليل اللي كتحقروا راه بزاف عند الله سبحانه وتعالى. مثلا هذا كيعطي 50 درهم هذا 20 درهم هذا 30 درهم اللي كنجمعوها كتعطينا واحد القدر ديال المال باش نشريو بها الحول ونفرحوا به شي عائله. يعني ما عمرك تحقر الصدقه والصدقه ما كتنقص من الرزق ديالك والو. ما نقص مال من صدقه راه بالعكس عاد باش كتزيد البركه. المبادره مازالت مستمره. اللي بغى يساهم بالقليل ولا بالكثير يصيفط لي في الواتساب هنا هي النمره او اللي يدير سويبا بغى يجيب كنيشان عندي الواتساب. اللي بغى يساهم فقط ما تدوش عليه راه الصيد. دابا غادي نمشي نشوف الرحبه ونشوف الاسمنه كيدايرين ديال الحوال. ودابا جينا للسوق كنشوفوا هاد الحوال هادو كيدايرين والاسمنه ديالهم ونشوفوا السوق باش نبداو الدفعه الاولى ان شاء الله. يتفاهم معاه باش يخلي لي اقل ثمن. كنت كنقلب على هذا في الرحبه ملي كنت قبيله في الرحبه ولكن مع الاسف ما لقيتوش. الرحبه مازال ما عمرها تنيتنيش. الله لقاه باش نشرو من عنده الحواله. هادو الناس اللي كيساهموا كل عام دائما فاش كيعطيو الفلوس للصدقه سواء في المبادره ديال العيد الكبير ولا القوفه في الرمضانيه سبحان الله العظيم كيرجع لهم داك الفلوس وكتكون فيهم البركه. كنت غادي ندير لكم فيديو توضيحي على هاد البارتي اللي قالها السيد هذا على حساب العيد الكبير. راه صورتها ولكن ما حطيتهاش في ستوري من بعد ونحطها. الا ما عندك باش تساهم ماديا ساهم معنويا اولا بالبارطاج راه غير بزرو ديرها. دعي معانا باش الله ييسر لينا هذا الخير هذا والله يوفق الجميع. والله العظيم الا الكلمات الطيبه اللي كتقولوا لي والميساجات ديالكم الزوينين كيزيدوا من الموتيفاسيون. ماشي بحال شي وحدين كيقول لك ايش حال جمعتي ايش حال جمعتي كتقول اللهم بارك لان هذا عمل خيري والفلوس كنجمعهم من عندكم نتوما وكنعطيهم للناس اللي محتاجين لانهم متبعيني غير الوجه ديال الخير بحالكم.